لابد أنك سمعت من قبل عن اليابان وعن الشعب الياباني وعن بعض المعلومات الغريبة في اليابان. ما ستسمعه الآن هو التعليم والدراسة في اليابان وعن الأسباب التي جعلت اليابان من أفضل الأنظمة التعليمية في العالم وتفوقها في عدة مجالات والتي من ضمنها مجال التعليم. المنظومة التعليمية في اليابان تعد من أفضل المنظومات في العالم، تم تصنيفها في عام 2019 في المرتبة 19 ضمن أفضل الدول في مجال التعليم، ولا يقل التعليم فيها شيئا عن غيرها من دول أوروبا المتقدمة. لدى اليابان أكثر من 700 جامعة، 10 منها تتصدر قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وهذا يدل على اهتمامهم الاستثنائي في مجال التعليم، وكما أن المؤسسات التعليمية مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة التقنية. عدد ساعات الدراسة في المدارس اليابانية يختلف بين المراحل التعليمية والمستويات المختلفة. عموما فإن نظام التعليم الياباني يشتهر بكونه شاقا ومكثفا. مثلا في المرحلة الابتدائية، تعتبر المرحلة الابتدائية في اليابان أقل كثافة من المراحل الأعلى. تتراوح ساعات الدراسة اليومية من 4 إلى 6 ساعات، وعادة ما تتضمن فترة قصيرة للراحة أو الواجبات الغذائية. المرحلة المتوسطة تزداد ساعات الدراسة لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات في اليوم. أما في المرحلة الثانوية تزداد ساعات الدراسة ويعتبر اليوم الدراسي عادة أطول، يمكن أن يصل إلى 8 ساعات وقد يشمل دروسا إضافية أيضا، فيصل عدد الساعات أحيانا إلى 10 ساعات يوميا. فبشكل عام يقضي الطلاب اليابانيون ما يقارب من 50 إلى 60 ساعة في الأسبوع في الدراسة والتعليم. تهتم اليابان بموضوع المعلمين بشكل كبير. يجب على المعلم أن يدرس ويقوي من مهاراته، وعليه أن يقدم مشروعا بحثيا سنويا عن تطوير أفكاره الجديدة ومهاراته التعليمية وتطوير أفكاره في مجال التعليم والتدريس. وأيضا يهتم المعلمون في اليابان في دراسة علم الاجتماع وعلم النفس، وذلك لتسهيل التفاعل والتواصل مع الطلاب بشكل فعال، ويساعد المعلمين على توفير بيئة تعليمية مناسبة لتطوير القدرات الشخصية للطلاب. في اليابان في كل مدرسة يوجد مستشفى خاصة بها، وتعرف هذه المستشفيات باسم المستشفيات المدرسية، وتوفر هذه المستشفيات الرعاية الطبية الأولية للطلاب، مثلا كعلاج الإصابات الطفيفة والأمراض الشائعة، كما تقدم هذه المستشفيات أيضا خدمات الوقاية من الأمراض، ويوجد ممرضين وأطباء متخصصين للمشافي المدرسية، ويعد وجود المستشفيات المدرسية في اليابان جزءا مهم من نظام الرعاية الصحية الشامل في البلاد، وتعد هذه المستشفيات ضرورية لتوفير الرعاية الطبية للطلاب، خاصة في المناطق الريفية، لأنه عادة لا يتواجد مستشفيات قريبة، فلابد من وجود مستشفيات في المدارس. وتخصص الحكومة اليابانية ميزانية خاصة للمستشفيات المدرسية، ففي عام 2020 كان هناك ما يقارب 10,000 مستشفى مدرسية في اليابان. يطلب من الأطفال أن يرتدوا أحذية خاصة عند دخولهم إلى المدارس. يعرف هذا النوع من الأحذية بالأحذية المسطحة وخفيفة الوزن، تصمم خصيصا للاستخدام داخل المدرسة. عندما يصل الطالب إلى المدرسة يخلع الحذاء ويرتدي الحذاء الخاص بالمدرسة. وهناك عدة أسباب لارتداء الطلاب الأحذية الخاصة بالمدارس. أولا النظافة، يعتبر استخدام الأحذية الخاصة بالمدرسة واحد من الإجراءات المتبعة للحفاظ على نظافة المدارس. توفر هذه الأحذية مستوى إضافي من السلامة، فهي تصمم لتكون مناسبة للسير والتحرك داخل المدرسة. في بعض المدارس اليابانية يعتمدون على نظام يعرف بالنظافة المدرسية، يشارك الطلاب في عمل النظافة وصيانة المدرسة بأنفسهم بدلا من وجود عمال نظافة، ويتم ترتيب هذا النظام بشكل يومي ويشترك فيه جميع الطلاب بغض النظر عن الصف أو العمر. يقوم الطلاب بمهام مختلفة، مثلا تنظيف الفصول الدراسية، تنظيف الممرات والمرافق العامة، جمع القمامة، ترتيب المكتبات والمختبرات وغيرها من المهام المتعلقة بالنظافة العامة للمدرسة. وطبعا هذا النظام لا يتواجد في جميع المدارس اليابانية، وقد يختلف تطبيقه في مدارس أخرى، لكن النظام الذي يشترك فيه الطلاب في القيام بالأعمال والنظافة يعتبر شائعا في العديد من المدارس الابتدائية والمتوسطة في اليابان.
هناك تقليد شائع في المدارس الابتدائية في اليابان وهو زراعة النباتات والاهتمام بها. وفقا لهذا التقليد يتم توزيع نبتة صغيرة لكل طالب عند بداية العام الدراسي، ويطلب من الطلاب رعاية النبتة وزراعتها والاعتناء بها طوال فترة الدراسة. يتم غالبا توفير نباتات بسيطة للاعتناء بها، ويوجد عدة أسباب لهذا التقليد، مثلا تعليم الطلاب المسؤولية والعناية بالكائنات الحية. يتعلم الطلاب أهمية النباتات ودورها في البيئة، وكذلك أهمية الاحتفاظ بالبيئة الخضراء. وتحظى هذه التجربة بشعبية كبيرة في المدارس الابتدائية في اليابان. في المدارس اليابانية يوجد فترة استراحة ما بين الدروس، وتكون من حوالي 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، وهو نظام توفير وجبات مدرسية مشتركة للمدرسين والطلاب في الفصول الدراسية. تهدف هذه الفكرة إلى تعزيز العلاقة بين المدرسين والطلاب وتعزيز التواصل والتفاعل بينهم. يجلس المدرسون والطلاب معا في الفصول الدراسية ويتناولون وجبة الغداء سويا. يتم تحضير الوجبات المدرسية بعناية لتكون صحية ومتوازنة. أصبحت الآن تعرف كل ما يخص التعليم في اليابان. والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة.